السلام عليكم، ازيكم فنانين؟ عاملين ايه؟ فيديو النهارده هنتعلم زي ما شفتوا طبعا في عنوان الفيديو، هنتعلم ازاي نرسم الشعر، شعر البنت. طبعا القلم اللي احنا هنستخدمه قلم 5B، ممكن نستخدم القلم ده بس او ممكن احنا نستخدم معاه قلم تحديد، بس يفضل عادي لو ايدك خفيفه في الرسم ممكن تستخدم قلم تقيل مره واحده وتعمل بيه كل الدرجات زي ما اتعلمنا في الفيديوهات اللي فاتت. اتمنى بس تكمل معايا الفيديو للنهايه، ولو عندك اي سؤال او استفسار في الرسم ممكن تبعت لي او تكتب في الكومنتات لو عندك اي سؤال بخصوص الرسم او عايز نعمل فيديوهات عن حاجه معينه. طبعا بنبدا الاول حاجه ان احنا نعمل اوتلاين، نعمل الشكل اللي قدامكم ده. وشكل الاوتلاين ما بيكونش مفهوم برضو في البدايه شويه. الصوره طبعا هتسيبها لكم على رابط التليجرام، هسيبها لكم برضو في الوصف بتاع الفيديو. نبدا ان احنا نحدد الاوتلاين بتاعها، احنا نمشي مع الفيديو واحده واحده. شايفين عملت الدايره الصغيره وبعدها الدايره الكبيره، وبعدين بدات ان انا احدد الشكل ده. ممكن الشكل بس مش مفهوم في البدايه شويه، بس لما الرسمه ان احنا نرسم عليها الشكل بيبان معانا وبيكون حلو جدا في النهايه. عملنا التحديد الخارجي، اول حاجه عملت الكتله الخارجيه كلها من اولها لاخرها، بعدين بقى ابدا اعمل التفاصيل الصغيره، نفس الخطوط اللي ظهر قدامكم دي كده، تفاصيل صغيرة عشان واحنا بنرسم نجيب الدرجات التقيلة والدرجات الخفيفة نعرف نفرق ما بينهم، لكن منرسمش مرة واحدة بحيث احنا نقعد نبص للصورة وكده او تأخر معنا في الوقت. فيفضل ان احنا نعمل الاوتلاين نفسه من البداية بالطريقة دي، هيختصر معنا الوقت وهيسرع معنا جدا وهيكون حاجة كويسة. هو الاوتلاين ممكن بياخد له بس 2 او 3 دقايق بالكتير. شايفين يعتبر كده احنا خلصناه، خد معانا 2 دقايق بس، ممكن انتوا لو براحة شوية برضو عشان يظبط معاكم اكتر. نبدأ بقى بعد كده بالدرجات التقيلة. طبعا في الفيديو اللي فات اتكلمنا ازاي نجيب الدرجات التقيلة والدرجات الخفيفة كلها بقلم واحد، فانا بجيب دي اتقل درجة في القلم. لو شفتوا التدريب اللي انا كنت قايل عليه ظهرت معايا كده، عملت اتقل درجة موجودة في القلم. ابدأ بقى ان انا اعمل الشعر. الشعر بتعمل شعراية شعراية، طبعا في فيديوهات شرح فيها ازاي نعمل الشعر وكل انواع الشعر، تقريبا عامل فيديوهات كتير جدا كل انواع الشعر موجودة على القناة، ولاد وبنات او الشعر العادي برضو انواع الشعر بتاع البنات. فكل الفيديوهات عاملينها ان احنا بنعمل شعرية خصلة خصلة كده بنفس الطريقة اللي قدامكم دي. طبعا الرسمة كل ما تأخر معاكم في الوقت بتكون شكل احسن، وكل ما تعملوا تفاصيل اكتر الشكل النهائي بيكون افضل. شايفين بعملها واحدة واحدة كده بنفس الطريقة، شعراية شعراية وبدرجة تقيلة، يعني من فوق بتكون تقيلة ومن تحت بتكون خفيفة. سرعها لكم شوية، انت شفت الجزئية دي بتترسم ازاي، كمل عليها بنفس الطريقة. جاية من النص كده درجات غامقة، ومن على الدايرة غامقة برضو شوية، وفي النص فاتح بنفس الطريقة اللي قدامكم دي كده. ممكن لو عايز برضو تشوفها ممكن انت تبطئ سرعة الفيديو وهتيجي معاك أبطأ يعني، بس أنا بختصر عشان الوقت، بس الفيديو وقته ما يكونش طويل وتستفيد وتاخد كل المعلومة اللي موجودة في الفيديو. لكن الفيديو الأصلي بيكون يعني حوالي 25 دقيقة في الفيديو ده، فبرضو علشان الوقت انت تعرف الطريقة بتتعمل ازاي بس، وتشوف الطريقة بتتعمل ازاي. طبعا هو كل الشعر يعتبر واحد، يعني شايفين الطريقة بداية الشعراية زي نهايتها أو كده، بس الفكرة كلها انت تشوف الطريقة تكون عاملة ازاي. خد وقتك خالص في الرسم، يعني هيكون افضل بكتير جدا. وقت كل ما اتاخر في الرسمه كل ما يكون شكل افضل يعني وشكل احسن. طبعا ده شعر هايش طالع من بره كده من الجوانب. بعدين هنكمل عليه بنفس الطريقه دي كده. كده يعتبر خلصنا الشعر اللي فوق. نبدا بقى احنا نعمل اجزاء الشعر التانيه. بعمل من فوق درجه تقيله ومن تحت درجة تقيلة، وفي النص ما بينهم فاتح. طبعا انا الاماكن اللي انا عامل عليها خط او في الاوتلاين كنت عامل عليها خط، فدي لازم تكون درجتها تقيلة جدا، يعني انا بمسك الدرجة التقيلة وابدأ ان انا احدد عليها درجة تقيلة. شايفين بنفس الطريقة كده، يعني بمشي على الدرجات اللي انا كنت عاملها بس طبعا بخط اتخن شوية، مش بنفس الخط وبطريقة اتقل شوية برضو. حددت من فوق تقيل ومن تحت تقيل برضو، لسه هحدد معاكم من تحت تقيل. نبدأ نعمل الشعر من الجنب ده لافف برضو شوية، لازم نشوف الزاوية بتاعت الشعر رايح فين ونمشي عليها بنفس الطريقة برضو. شفتوا الطريقة طبعا عاملة ازاي،
من تحت زي ما قلت لكم تقيل، ومن فوق تقيل، في النص درجات خفيفة، تطلع معانا بالشكل ده كده. نكمل فيها تظليل برضو، في النص بيكون في تظليل خفيف، يعني اللي هي الدرجات الخفيفة دي لو هنعملها تظليل مفيش مشكلة، هنعملها شعر خفيف برضو هتكون بنفس الدرجات ونفس الشكل برضو، حاجة كويسة. بعمل برضو شوية شعر من بره كده بحيث ان هو شعره يعني او الشكل يطلع طبيعي اكتر، يعني اعمل اللفة بتاعت الشعر اللي هي المنطقة دي عند الودان. طبعا لو بنرسم بنت كاملة او وش كامل نعمل حساب ان هو كان فيه ودان او كده، وان احنا نطلع الشعر شكله طبيعي، بس عشان مختار بس جزئية الشعر بس من الرسمة فتطلع لكم بالشكل ده او بالطريقة دي. حددنا الجنب ده برضو بنفس الطريقة، نبدأ نحنا نكمل فيها، نمشي على الخطوط زي ما بدأنا في الخط ده، نعمل نفس الدرجات برضو، كمل فيها تظليل. بسرع لكم شوية، طبعا محدش يعمل بنفس السرعة دي او ان هو يسرع في حاجة في الرسمة، زي ما قلت لكم كل ما تاخد وقت اطول بتكون افضل. يعني اكملها كلها تظليل، هو يعتبر كلها نفس التظليل ونفس كل حاجة، تطلع بنفس الطريقة دي كده، وملهاش ترتيب معين، يعني ارسم اي جزء من الرسمة عادي مفيش مشكلة، بس احاول امشي بشكل منتظم شوية. جبت الرسمة من فوق بعدين من على الاجناب عشان ما تبوظش برضو معايا الرسمة، امسك جزئية جزئية واخلصها كلها. ده شعر اللي هو نعتبره طالع فوق الودان شوية او من بره الودان، نفس الشكل ده كده. كملت عليه تظليل، هبدأ أظلل باقي الشعر برضو. تظليل كده برضو، انا ممكن طبعا كنت اسرع لكم فيها بس برضو عشان في ناس بتحتاج ان هي تشوفها وما تحتاجش ان هي تشوفها السريعة، بحيث اللي يكمل الرسم الاخر يكون شايفة الطريقة برضو. بنفس الجزئية دي كده، لو الرسمة دي خدت معاكم اقل من نص ساعة بالظبط، لو هتظبطوا تايمر او اي حاجة، خدت اقل من نص ساعة مش هتطلع بشكل كويس. يعني انا بعلمكم ازاي ترسموها وخدت معايا 22 دقيقة، فمحتاجين وقت اطول برضو بحيث ان هي تتدرب معاكم او حاجة، وبحيث او ان هي تبدأ معاكم، بس اقل من 25 دقيقة او نص ساعة مش هتطلع كويسة. برضو في طبعا طرق كتير طبعا لرسم الشعر، بس دي الطريقة اللي انا بفضلها او ان انا بحبها. كملت عليها تظليل، كل الاماكن يعتبر قربت تكون ليها زي بعض، والرسمة كده بشكلها يعني يعتبر قربت تخلص. تطلع بنفس الشكل ده، كملت على تظليل، بعمل الشعر واحدة واحدة. وياريت اللي وصل للدقيقة دي يعني يكتب لي في الكومنتات انتوا من ابطال الرسم، من افضل الناس. طبعا انتوا بالطريقة دي كده انتوا هتتعلموا الرسم، يعني طالما عندكم صبر وان انتوا تكملوا الحاجة للاخر فان شاء الله يعني هتبقوا رسامين عاليين جدا. فاللي وصل للدقيقة التاسعة يكتب لي ان هو وصل في الدقيقة التاسعة في الكومنتات مش للآخر، يعني حتى الدقيقة دي فمتشكر ليه جدا يعني. برضو طبعا انت عرفت كل الطريقة فمش محتاجين فيها حاجة تاني، كلها تظليل برضو معايا طبعا اللي حابب ان هو يكملها تظليل كده، وبحيث برضو ان انت تشوف الشكل النهائي وصل معانا عامل ازاي. كملت عليها تظليل بنفس الطريقة،
اكتب له برضو حابين لو في فيديوهات معينة حابين ان احنا نكمل فيها، او ان انا انزل لكم لها شرح. طبعا بعمل لكم رسومات بسيطة، مفيش او بورتري او كده، او ان احنا مكترين فيه عشان بلاقي ان عليه المشاهدات بتكون قليلة شوية، او محدش اللي هو بيقعد يتفرج على ساعة كاملة، او ممكن ان انا اجزأ لكم الفيديوهات زي ما تحبوا طبعا، يعني الطريقة اللي انتوا تحبوا بيها انا ممكن انزل لكم بيها زي ما انتوا عايزين. فاضل بس الجزئية الاخيرة دي، وبكده يعتبر الرسمة خلصت. هو يدوب دقيقة بس فاضل، او دقيقة ونص بالكتير. طبعا اسرع لكم فيها برضو شوية، دي كلها طبعا تظليل. شايفين الزوايا بتاعت الشعرايه كانت رايحه فين؟ في اللي في النص دي داخله بشكل دايره شويه وجايه بزاويه، اللي من على الجنب خالص دي نازله لتحت، بحيث ان هي نازله على الوش. يعني عارفين الشعر اللي هو بيكون بتاع البنات اللي هو نازل على الوش بيكون بنفس الطريقه دي كده برضو، والشعر نهايته تكون موجوده معانا. يعني شايفين نهايه الشعر مش زي الشعر اللي في النص، شعرايه واصله بشعرايه بمنطقه تانية، لا ده نهاية الشعر نزل معانا لتحت بنفس الشكل ده. عشان كده بجيب من النص وانزل تحت، بحيث ان بداية الشعراية بتكون تخينة ونهايتها بتكون رفيعة، فعشان كده بجيب من النص وانزل على تحت. شايفين طلعت معايا بنفس الطريقة دي كده، كملت على تظليل. طبعا على حسب برضو الدرجات اللي انتوا حابينها، يعني ممكن في ناس بتحب انها ترسم الشعر درجة فاتحة، او ان هي تظلل منطقة الشعر كلها الاول بفرشة او حاجة بحيث تحتها فاتح، وبعدين تبدأ ان هي تظلل عليها بنفس الطريقة اللي انا ظللت بيها كده، بس انا بحب اعملها تظليل بتكون افضل يعني. وده طبعا شعر اللي هو اتفقنا ان هو يكون بره كده شوية، بحيث الشعر يطلع معانا بشكل طبيعي او شكل افضل من كده. وبكده يعني يعتبر الرسمة خلصت، يا دوب بس لو فاضل حاجات بسيطة انا بعدلها في الرسمة. اتمنى طبعا تقولوا رأيكم في الكومنتات. وبكده يعتبر وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. طبعا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة لو انتوا لسه جداد، ولو عندكم اي حاجة ممكن تكتبولي في الكومنتات اي فيديو محتاجين ان انا اعمله. والسلام عليكم، كان معاكم محمد عبد الرحمن.